مشاهدينا الاعزاء بحضراتكم في هذا المساء الذي جمعنا بحضراتكم مع انطلاقة سن اللقاية لهجن أصحاب السمو الشيوخ على بركة الله. يسير الشوط الثالث عشر في الانطلاقات وتواصل هذه الأسماء وهذه التحديات. الشوط الثالث عشر خاص بالأبكار اللقاية المحليات الأصايل على بركة الله. تسير هذه الدفعة وهذه الأسماء معلنة الحضور القادم والأسماء المهمة الجديدة التي تنطلق لتسير بمسار الأشواط. المركز الأول إذن على بركة الله. نسير مع مقدمة الشوط والصدارة الأولى. وصلت مشاهدينا الأعزاء غناضة تتواجد في المركز الأول. هنا وقار لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم. المكتوم احتلت صدارة هذا الشوط هنا في التضمير. حمد بن علي العويسي بينما المركز الثاني تصل فيها سرابة لهجن العاصفة تحتل المركز الثاني. عملية تضمير هذا الواثق حمد بن راشد بن غدير. هناك سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في المركز الثالث مع المضمر مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. بينما المركز الرابع هذه مشاهدي الأعزاء اللي وصلت الان وقار او خواطر لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. بينما في التضمير سالم بن خلفان بالشاوي الغفلي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس هنا في هذه اللحظات اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه سلهوده يضمرها سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. والمركز السادس وصلت رقم 20 هذه اللي مشاهدي الاعزاء تتواجد في هذه اللحظات احتلال اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. مسري بن سالم بالعرطي الحميري في عمليه التضمير والتدريب. بينما المركز السابع نشاهد هناك شعار اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المضمر المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. بينما اللي وصلت الان في المركز السابع هنا الشاهينيه سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر سعيد بن سالم اللي نيبي غير وانتزع المركز السادس. المركز السابع هناك هجن العاصفه تقدمت وها هي مشاهدينا الاعزاء وتيره انطلقت الى المركز السابع مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما هملوله تحتل المركز الثامن لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد وفي عمليه التضمير محمد بن بروك الحميري. والمركز العاشر المركز التاسع لهجن الرئاسة في هذه اللحظات مع المضمر والمتابع مشاهدينا الأعزاء عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. بينما المركز العاشر اللي وصلت فيه الواري اسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان الهيان المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات مع المشاركة القوية لمجريات وتحديات هذا الشوط والذي تحمل لنا في المنافسة والتحدي القوي والمشاركة الفعالة. بينما نعود إلى المركز الأول هنا سلهودة هي المسيطرة وخاطفة صدارة هذا الشوط. سلهودة على المقدمة والمسيطرة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. بينما في التضمير مطر بن سيف بن لاحج الهاجري هو من يقود هذه الأسماء ويقود هذه السلالات وهذه النوعيات نحو تحدي الناموس ونحو ملاقات الذلائل وهنا الأصايل. بينما المركز الثاني احتلال لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب. بينما الخبير ياتي مسري بن سالم بالعرطي الحميري ليقدم لنا هذه الرائعه مره اخرى في منافسات هذا المساء حيث قدم هذا الشعار منافسات قويه في هذه الامسيه. المركز الثالث نقله مشاهدين الاعزاء الى سرابه من هجن العاصفه تحتل المركز الثالث. بينما في عمليه التضمير والمتابعه حفلنا الكريم ياتي الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الرابع. وصلت الان مشاهدينا الاعزاء سلهو او الهماله لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن راشد بن غدير. بينما هناك العاصفه قادمه كذلك لوتيره تحتل المركز الخامس في هذه اللحظه. ولكن هنا هجن الرئاسه تقدمت مشاهدينا لتنتقل الهده الى هذا الموقع مع المضمر عيسى بن احمد بن مايد الخيل. يا سلام هنا بدأت الآن حرارة الشوط ترتفع وترتفع وترتفع ولكن لا زالت سلهودة هناك في مرتفعات المقدمة في صدارة هذا الشوط. لكن هجوم ثلاثي تحمله هذه الأبكار المحليات الأصايل اصمد يا باللاحج في مقدمة الشوط. لكن أرى سرابة بدأت تغير سرابة لهجن العاصفة المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما سلهودة خلاص قالت باي باي
باي ودعتم قامت راس وانهت هذا الشوط حتى هذه اللحظات هي على خط البدايه خط الهجوم الكبير لتسجل نقطه مميزه واداء مميز ثمين. الله 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 سلهودي اذا على المركز الاول. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب على هذا الفوز والانتصار. التهنئه مشاهدينا الاعزاء نقدمها كذلك الى المضمر مطر بن سيف اللاحج الهاجري المركز الثاني سرابه من هجن العاصفه تحت المركز الثاني الهده لهجن الرياسه في المركز الثالث المركز الرابع احتلال اسمه الشيخ راشد بن حمدان مرايد المكتوم والمركز الخامس لهجن الرياسه مشاهدي الاعزاء وصلت واحتلت المركز الخامس. اذا هملوله عودة إلى البداية وعودة إلى سلهودة حيث البداية وحيث ناموسي هذا الشوط لتنتزع من البداية وتقود هذه الأسماء نحو خط النهاية. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد رايد المكتوم 6 دقائق 12 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار كذلك للمضمر مطر بن سيف اللاحج الهاجري 6 دقائق 12 ثانية 9 أجزاء من الثانية توقيت سرابة الهجن العاصفة تحت المركز الثاني مع الواثق حمد رايد مغدير. المركز الثالث 6 دقائق 13 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة على فوز الهدى بالمركز الثالث. تهانينا إلى المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. هكذا أيها الحب الكريم كانت نتيجة هذا الشوط للمشاركة في الانطلاقات والتحديات بينما نسير مشاهدينا الكرام لنحمل دائما تحدي